شهر 15 اف اوف اكس ايكوال كيوبك روت اكس سكوير في 3 اكس ماينس صفر. كيوبك روت اكس سكوير ده اكس باور 2 على 3 في 3 اكس ماينس صفر. هنعمل ملتبلاي تبقى 3، هنجمع الباور تبقى 5 على 3 ماينس 7 اكس باور 2 على 3. هنجيب اف داش ديريفاتيف، الباور هينزل هتبقى 5 ونقص من باور 1 2 على 3، الباور هينزل تبقى 14 على 3 اكس باور نيجاتيف 1 على 3 تبقى ايكوال 5 اكس باور 2 على 3 ماينس 14 على 3 اكس باور 1 على 3 هتنزل تحت دبل بوزيتيف. كل الكلام ده مرة هنسويه اف داش ايكوال 0، يعني 5 اكس باور 2 على 3 ماينس 14 على 3 اكس باور 3 ايكوال 0. هتلاقي الناحية التانية تبقى 5 اكس باور 2 على 3 ايكوال 14 في 3 اكس باور 1 على 3 سيزر تبقى 15. لما نجمع البارة تبقى اكس ايكوال 14، يعني الاكس ايكوال 14 اوفر 15. اف داش مرة كمان undefined، عشان تطلع دي undefined لازم الاكس تطلع بزيرو. اذا عندي قيمتين للاكس حطهم على number line، القيمة الأولى اللي هي الزيرو والقيمة التانية اللي هو 14 على 15. الإشارات بتاعتهم إشارة الواي داش المفروض أنا أعوض في الإف داش. هو هنا بقى في المسألة بيقول لي كان في increasing من negative infinite لحد point اسمها A، و increasing كمان من point اسمها B لحد infinite، بما معناه إن أدي negative infinity يبقى هي دي البوينت A وأدي ال B وده ال infinite، يعني ال A equal 0 وال B equal 14 على 15. هو عايز قيمة 7a plus 15b، لما نعوض 7a هتبقى 0 15b هتبقى 14، الإجابة تطلع equal 14 وتطلع الإجابة number b. سؤال رقم 17 function f of x equal x power 2 plus ال x plus m، بيقول لي has local minimum value، local minimum value equal 3 at x equal 1، يعني في بوينت اسمها 1 و 3 local minimum. أول بوينت دي satisfying للكيرف، يعني هشيل ال y وأحط 3، شيل ال x وأحط 1، تبقى ال plus m، يعني ال plus ال m equal 2. ثانيا عشان تطلع local minimum لازم f داش تطلع ب 0، يبقى أنا هجيب f داش في x تطلع 2x plus l سواء بال 0 وأعوض عن قيمة ال x ب 1 بتبقى 2 plus l equal 0، يعني ال l هيطلع ب negative 2. ال L ب negative 2 لما أعوض في الإيكويجن الأولى تبقى ال M equal 4. هو عايز قيمة L minus M تطلع الإجابة equal negative 6، الإجابة number B. سؤال رقم 18 local maximum value for the function f of x equal 3 minus sin x. local maximum بتيجي من f داش، f داش of x derivative 3 0 derivative sin ب cosine، يبقى negative cosine x equal 0، يبقى ال x equal يا اما بار على 2 اللي هي 90، يا اما 3 بار على 2 اللي هي 270. احط النمبر لاين عشان اعرف مين ماكسيمم ومين ومين مينيمم، او اجيب الواي دبل داش، ادي ال 90 وادي ال 270 واشوف اشارة الواي داش. لو قعدت برقم قبل ال 90 تطلع نيجاتيف،
تطلع بوستر تطلع نيجاتيف، ديكريز انكريز ديكريز. اذا اللوكال ماكسيمم عند الاكس ايكوال تو 170. لو رجعت اعوض عشان اجيب الفاليو اف اوف اكس اللي هي اف اوف 270 3 ماينس ساين 270 هتطلع 3 ماينس نيجاتيف 1 هتطلع 4. السؤال رقم 19، طبعا الإجابة دي. السؤال رقم 19 maximum value of the expression، مع expression ممكن نسميه بأي رمز وليكن b مثلا equal 8x minus x power 2. maximum value أنا هجيب ال b dash تبقى 8 minus 2x سواها بالزيرو تطلع x equal 4. maximum value أنا هاخد ال 4 وأعوض هنا تبقى قيمة ال expression أو قيمة ال y 4 في 8 ب 32 minus 4 في 4 ب 16 تطلع الإجابة equal 16 وتطلع الإجابة number b. السؤال رقم 20 f of x function 2a x power 2 plus b x plus 3 has local extrema and 1 و 2. يبقى أولا البوينت دي ساتسفاينج على الكيرف، يعني أعوض عن y ب 2 عن ال x 1 تبقى plus b plus 3 يعني 2a plus b equal negative 1. ثانيا اللوكال اكستريما بتيجي من الف داش، فانا هجيب الف داش تبقى 4ax plus b بساويها بالزيرو واعوض عن قيمة ال x 1 تبقى 4a plus b equal 0. وانا معايا الايكويجن الاولانية كانت 2a plus b equal negative 1، نعمل subtract تبقى 2a ال b هتشال مع ال b تطلع 1 تبقى ال a equal half. ال a equal half هنعوض، لو ال a equal half عوضنا في الايكويجن التانية 4 في half ب 2 plus b equal 0 يعني ال b هتطلع بال negative 2. هو عايز ال a plus ال b مجموعهم تبقى negative 1.5 اللي هي الإجابة نمبر C. سؤال رقم 21 f of x equal x plus a over x rational function يعني الدومين كل الأرقام ما عدا الزيرو، بيقول لي has local maximum عند ال x equal negative 2. يبقى أنا هجيب ال داش ال x of 1 ال a على x تبقى negative a على x power 2 بساويها بزيرو تبقى a على x power 2 equal 1. أعوض عن x اللي هو مديهالي، مديني x بنيجاتيف 2 تبقى a على 4 equal 1 تبقى قيمة ال a equal 4 وتطلع الإجابة نمبر a. سؤال رقم 22 function f of x equal x على ln x، عايزين ال local minimum، مسألة فيها ln يبقى الدومين بتاعي اللي جوه ال ln لازم يبقى positive يعني الدومين بتاعي من أول زيرو لحد انفينيتي. إذا أنا بشتغل على المسألة هشتغل من الزيرو، الزيرو مش معايا لحد انفينيتي يعني كل المنطقة دي مش معايا. هجيب الفلاش اللي تحت باور تو، آخد اللي تحت معايا فوق ديريفيتيف اللي فوق بوان ماينس اللي فوق في ديريفيتيف اللي تحت بوان على اكس، تطلع لين اكس ماينس وان على لين اكس اول بار، بساوي اللي فوق بزيرو تبقى لين x minus 1 equal 0 لين x equal 1 يعني ال x equal e. ال e رقم موجود في الدومين، هساوي اللي تحت بزيرو لين x equal 0 لما تكون ال x equal 1 يبقى الدومين بتاعي أحط فيه ال number line ال 1 وأحط الإي وأشوف قاعدة الإشارات بتاعة الإف داش. لو حط رقم قبل ال 1 هتطلع الإجابة نيجاتيف، لو حط رقم قبل الإي برضه الإجابة هتطلع نيجاتيف، لو حط بعد الإي الإجابة هتطلع بوزيتيف. إذا ديكريز ديكريز إنكريز هو بيسأل على اللوكال مينيمم فاليو، لوكال مينيمم عند الإكس إيكوال إي، وبالتالي الإجابة نمبر A.
شغل رقم 23 y equal x power 2 minus 6 x plus 7 local minimum even y dash يبقى 2 x minus 6 5 0 تبقى x equal 3. ممكن اجيب y double dash هتطلع 2 بدل ما طلعت رقم بوزيتيف يبقى دي هتحقق لي اللوكال مينيمم فاليو عند ال x equal 3 تطلع الإجابة نمبر B. سؤال رقم 24 curve of the function f of x has f of 5 equal 7 يعني أنا معايا بوينت ال x 5 وال y 7 f dash 5 equal 0 يعني دي critical point f double dash 5 equal negative 4 يعني دي بقت local maximum then the point 5 و 7 has يبقى local maximum value تسعى دي جابة من بار دي سؤال رقم 25 f dash negative 1 ده زي f dash of 3 equal 0 يعني معايا 2 critical value عند ال negative 1 و عند ال 3 الإشارات بتاعته بيقول f double dash يا ريت تفتولي كده f double dash يا ريت ترجم 0 يعني بوستر بوستر من negative 2 عشان أعرف إشارات ال f dash ممكن أجيبها عن طريق f double dash f double dash of negative 1 f double dash of negative 1 negative 1 في الانترفال يبقى دي هتطلع بوستيف وانت طلع بوستيف يبقى دي لوكال مينيمم لوكال مينيمم يعني قبلها ديكريز وبعدها انكريز f double dash of 3 3 بره الانترفال اللي هو اللي عليها وبالتالي ما اقدرش احددها اذا انا عندي النيجاتيف 1 في لوكال مينيمم فاليو وبالتالي الإجابة تبقى نمبر B. سؤال رقم 26 y equal x e bar x وعايز أعرف عندها أنهي بوينت هنجيب y dash ثبت الأول derivative الثاني ثبت الثاني في derivative الأول آخد e bar x common factor تبقى x plus 1 y bracket أساوي الكلام ده بالزيرو يبقى x بتساوي زيرو تبقى x equal negative 1 هبتدي أحط على النمبر لاين وأشوف الإشارة قبلها والإشارة بعدها لو قعدت الرقم negative قبلها تبقى negative لو قعدت الرقم بعدها زي 2 أو 3 هتبقى إذا دي ديكريز دي انكريز يبقى ال x equal negative 1 local minimum value وبالتالي الإجابة نمبر A. سؤال رقم 27 absolute minimum value of the function f of x equal 10x e by negative x في الانترفال من 0 ل 4 هعمل derivative f dash ثابت ال 10x derivative d ب e في derivative power of negative بلس نثبت e power of negative x derivative 10x ب 10 10 و e power of negative x أقلهم common factor تبقى negative x plus 1 تساوي الكلام ده ب 0 ال e ما ينفعش تساوي ب 0 يبقى negative x plus 1 equal 0 تبقى x equal 1 جوه الانترفال اللي هو محددها وبالتالي هاخد f of 1 اللي انا جبتها والليمت بتاع الانترفال دي اللي هي الزيرو والفور واعوض في الفانكشن الاصليه لما اعوض في الفانكشن الاصليه عن 1 هتطلع 10 e بار نيجاتيف 1 لما اعوض بزيرو هتطلع بزيرو لما اعوض بفور هتطلع 40 e بار نيجاتيف 4 هو عايز الابسوليوت ماكسيموم اكبر رقم اللي هو 10 e power negative 1 ده أكبر رقم فيهم أو 10 على
وبالتالي تطلع الإجابة نمبر A. سؤال رقم 28 function f of x x باور 3 plus 3 x باور 2 minus 9 x a و b هم الـ absolute maximum و minimum في الانترفال من negative 2 ل 2. negative 2 ل 2 هجيب f داش، f داش هتبقى 3 x باور 2 plus 6 x minus 9، هساويها بالزيرو، ممكن اقسم على 3 تبقى x باور 2 plus 2 x minus 3 equal 0 تبقى x و x 3 1 positive و negative، مرة ال x equal negative 3 ومرة ال x equal 1. مين جوه ال interval بتاعتي؟ ال 1 هو اللي جوه ال interval، وبالتالي ده refused، وهجيب f of 1 اللي هي طلعت f of negative 2 و f of 2. f of 1 هعوض